وصراط المنير. فقد نمر بذلك جل وعلا. فقال جل من قال الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم انا بعد الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم برد هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين الى ما تحبه وترضاه. اللهم وعنه على امور دينه ودنياه. اللهم ارزقه الرضوان الصالح الذي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ولي عبده الى ما فيه عز الاسلام والمسلمين والى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ رجال امننا وجنودنا بحفظك وابلاهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل ما يقدمونه فتنة لدينهم ومدينهم ووطنهم في موازين حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعم على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. الله أكبر الله أكبر.